من جديد أهلا بكم في شعر. منذ أيام قليلة شاهدنا مذيعين عبارة عن ذكاء اصطناعي، أمر مخيف لنا. زملاؤنا في الإعداد ليسوا في خوف شديد لأننا لسنا متأكدين مما إذا كانوا سيستبدلون أيضا بالذكاء الاصطناعي أم لا. من أيضا يمكن استبداله بالذكاء الاصطناعي على وجه الدقة والتحديد لا نعلم، لكن ربما الموسيقيين. لنشاهد. وقار ما فيه من عيب سوى أنه مر كلمح البصر، سدد السهم وسمى ورمى، ففؤادي نبة المفترس، والذي أجرى دموعي عندما عرقت من غير سبب، ضع على صدري يمناك فما أشدر الماء بإدفاء لهب. وطر ما فيه من عيب سوى أنه مر كلمح البصر. وقار ما فيه من كان في اللوح له مكتتبة قوله إن عذابي لا شديد. هذا المقطع للموشح الأندلسي جادك الغيث من أشعار لسان الدين ابن الخطيب، وما سمعناه صنعه بالكامل بالذكاء الاصطناعي شاب مصري اسمه بلال البخاري، يعني لا أمير عيد غنى ولا حمزة نمرة قال. بلال غرد بعد نشره لهذا المقطع قائلا: الناس اللي كانت الآن من الذكاء الاصطناعي يا ريت تقلق أكتر. بالفعل يا بلال علينا أن نقلق لا أن نخاف. فرحمة علي على سبيل المثال غردت ولفتت نظرنا إلى شيء مهم في تعليقها الذي قالت فيه: وحش صراحة وملحوظ، ودي حاجة فرحتني، طبع البشري لا يعوض. بالفعل الذكاء الاصطناعي في هذا المقطع لا كتب شعرا ولا قدم اللحن أو غنى، هو أعاد إنتاج المنتج الإبداعي البشري الذي قدمه بشرا في السابق، ما يعني أنه لا يزال غير قادر بشكل كامل على الإبداع بتعريفه بأنه إنتاج جديد ومفيد وأصيل. ربما يكون في يوم ما قادر على الإبداع، لكن ما رأيناه في الفيديو السابق هو إبداع بلال وليس إبداع الذكاء الاصطناعي.